السلام عليكم، شلونكم؟ شلون اخباركم؟ معكم السيد حسين عالم، ابو التعلم على ايفون. قبل لا نبتدي شباب، اضغط زر اللايك واشترك في القناه اذا مو مشترك، وفعل زر الجرس حق يصلك كل جديد. طبعا اليوم شباب موضوعنا عن طريقه تحديث الايفون او الايباد الى الاصدار الجديد اللي هو اي او اس 12. معلومه ان انا ما اعلم شيء ابدا عن هذا الاصدار الا اللي ذكرناه في شهر 6 مؤتمر ابل ما قبل الأخير، اللي بتكون رابطة في الوصف. المهم شباب، الحين احنا بنحدث. طبعا انت لازم تاخذ نسخة احتياطي سواء كان من الايتونز او من الايباد نفسه، او يعني من على الايكلود. بس انا شباب عندي جهاز احتياطي له هذا، فما يعني ما بخسر روحي وباخذ لي بسوي نسخة احتياطي، عرفتوني شلون؟ فشباب اول شي نفتح الاعدادات، تحديث البرامج. طبعا انتون تحتاجون اول شيء الى واي فاي، ولا اعتقد اكثر من 50% من الطاقة، فهذا هو مواصفاته، وياخذ مني حوالي 1.34 جيجا. طبعا من جهاز الى جهاز يختلف، وهذه المواصفات اللي بتنذكر لكم الحين في المونتاج. اقول لك يتضمن الاي او اس الجديد تحسينات واصلاحات على بعض الاشياء، واضافه تطبيقات، ولا هو تطبيق القياس، وتطبيقات اخرى بس مو كانوا ذاكرينها في هني، كانوا ذاكرين اجزاء بسيطه، يعني كانوا ذاكرين شيء اسمه استخدام الجهاز. اوكي شباب، الحين تضغط على كلمه تنزيل وتثبيت، تضغط عليها، بعدين بيطلب منك الرمز السري سواء كان للايفون او الايباد. تدخله، بعد ما تدخله تنتظر شوي بيطلع لك فوق، او قبل ما يطلع لك فوق بيقول لك الشروط والاحكام. تضغط على كلمة موافقة، بعدين بيطلع لك هذا، تضغط على كلمة موافقة، تنتظر شوي. بعد ما تنتظر شوي، طبعا انا ما ادري هل التحديث في مشاكل ما مشاكل، فمن كذي حدثت على الايباد فقلت المشاكل اللي بتصير خلاص تصير الايباد، ما علينا انا ما استعمل الايباد واجد. حق اذا نزلوا تحديث تحسينات انا على طول بحدث تحديث التحسينات، اذا يعني كان في مشاكل، واذا كانت في التحديث مشاكل انا لازم اقول لكم ان التحديث في مشاكل، لا تحطون. تمام، الحين شباب مثل ما تشوفون يقول لي جاري تقدير الوقت المتبقي. فشباب بعد ما يحمل وينتهي ويجي وقت التثبيت على طول برجع. شوفوني يا شباب، قال لي متبقى حوالي 19 دقيقة. طبعا كان مسافة 13 صار 19 على حسب سرعتك في النت، فأنا ما أتوقع ياخذ ياي وقت لأن النت اللي عندي سريع. شوف صار 12 دقيقة، 13 دقيقة، وهكذا. فبس شباب بعد التحميل إذا جاء وقت التثبيت على طول برجع لي. مثل ما تشوفون باقي شوية بس شباب، مثل ما تشوفون يعني كلش باقي شوي. فتطلع أيقونة التثبيت، وبعد ما تطلع أيقونة التثبيت برجع لك. فأنا حين ما أتوقع تاخذ وقت، سيدة بتطلع أدري ما كلش ما بتاخذ وقت، قلت لك ما بتاخذ وقت، سيدة بتطلع بيقول لك هني تحديث البرامج خلال هذا. شوفوا خلاص الحين هذا الايباد على تحديث اي او اس 12. طبعا شباب ما باقي شيء، الحين يطلع عليك جاري التحقق من التحديث، وبينتظر لك شوي. فيب شوف الحين طفى الجهاز كامل، ابدا نهائيا طفى، وطلعت ايقونة الدائرة اللي تفتر يعني ان الجهاز طفى خلاص. فهو حاليا في وضعية التثبيت الى الاي او اس 12. فمثل ما تشوفون شباب طلعت ايقونة الابل، فنفر الجهاز. بس مثل ما تشوفون شباب باقي قاعد يحمل. فبعد التحميلات كلها هذه اللي بتصير كلها، يعني بعد ما تروح علامة الابل وهاي الابيض ويرجع الجهاز يشتغل على طول برجع لكم. اوكي شباب كمل التحديث، واعتقد معلوماتي ما راحت. اضغط على زر الشاشة الرئيسية لانهاء اعداد اي او اس 12.0. تمام، نضغط نكتب الباص حقنا
وبسم الله. أول شيء ويقول اكتمل التحديث. اكتمل التحديث خلاص، تضغط على هنا انهاء، بيقول لك لا زال اكتمل التحديث. متابعة، دقيقة، الجهاز بدأ شوي يطلع المعلومات الظاهر من كذي، قاعد شوي بطئي. تمام. طبعا اللي من اللي اكتشفته او ان اللي تحكوا عنه انه قالوا ان الجهاز بيصير فيه تسريع خرافي، مكتوب تحديث الايباد باستمرار، احصل على اخر الميزات وتحديثات الامان التحسينات. يا بابا اضغط متابعة. متابعة. هني وش قال؟ مدة استخدام الجهاز. طبعا هذين كلهم بتصورهم لكم في المونتاج، وبتكلم عن كذا شيء. عرفتون شباب؟ يقول لك ان هذا يعطيك تقرير اسبوعي اللي انت قد تستخدم الجهاز، واي قد البرامج اللي تستخدمها في الجهاز. وتقدر انت ايضا اذا كان عندك اطفال تدير عليهم، يعني مثلا هذه اللعبة يستعملها مثلا نص ساعة وبعدين تسكر على اللعبة بدون برامج، هذا شيء. وايضا تضغط على متابعة، هذا شيء اخر. تضغط على متابعة وهذا شيء اخر. شوف استاذ، مميزات كثيرة ما شاء الله مكتوبة. حين مرحبا بك في الايباد. بسم الله الرحمن الرحيم. واو يا شباب، بداية الواجهة واو، لكن احس يعني تغيرت مواقع التطبيقات. فمثلا هذا التطبيق كان موقع اعتقد قدام، صار ورا هني في النص. وصلنا للختام، لا تنسون لايك سبسكرايب كومنت وشير. شكرا على دعمكم مستمر. وفي المقاطع الجاية بذكر لكم هل التحديث اثر وصارت مشاكل. وبس يا شباب، مع السلامة.